بعد مرور شهر على اغتيال السيد حسن نصر الله، حزب الله يعلن الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. فمن هو الشيخ نعيم؟ ولماذا تم اختياره في هذا التوقيت؟ بعد مرور شهر على اغتيال الأمين العام لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وما تبعها من أحداث عبر اغتيال الخليفة المحتمل له السيد هاشم صفي الدين في موجة غارات على منطقة المريجة، ارتقت قيادة حزب الله إلى ضرورة تعيين أمين عام جديد للحزب. وفي بيان صادر عن قيادة حزب الله وتمسكا بمبادئ الحزب وأهدافه وفق ما جاء في البيان الرسمي وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا الراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية. وتبع البيان: إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله والشهداء ومجاهدي المقاومة الإسلامية وشعبنا الصامد والصابر والوفي على العمل معا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة والضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إن الله قوي عزيز. فمن هو الشيخ نعيم قاسم؟ هو شخصية مخضرمة في الحزب ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991. ولد عام 1953 في منطقة البسطة تحت في بيروت، وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلة في جنوب لبنان ذي الغالبية الشيعية، وهو متزوج ولديه 6 أطفال. عين نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد عباس الموسوي، الذي استشهد في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى السيد نصر الله قيادة الحزب. بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل التي تأسست عام 1974، وترك أمل عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب، وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله. ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية. قول للحكومة الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي وخاصة للمستوطنين، ابتداء من اليوم استعدوا لتكونوا في الملاجئ كلما جرح واحد من المدنيين، ونحن نقرر متى نقصف ومتى لا نقصف. كان منسقا عاما لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ أن خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992. وكان قاسم قد قال في وقت سابق أن الحزب سيعين أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة، وتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل.